لماذا قتلوا الأب بولس؟ لماذا قتلوا الأب رغيب ورفاقه؟ لماذا فجروا الكنيسة الفلانية الذي نحن نعرفه المسيحيين؟ نحن ما أعداء لأحد. دمار وخراب وأشلاء، قتلى من الأطفال والنساء، وشباب راح في مقتبل العمر ولم يسلم من القتل حتى رجال الدين. تلك هي البقايا التي تركها الهجوم الوحشي لجماعة إسلامية مسلحة على كنيسة سيدة النجاة في العراق. الجماعة احتجزت الرهائن وربطت بينهم وبين الكنيسة القبطية في مصر، مطالبة إياها بالإفراج عن كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين. أقدمنا نحن جنود كتيبة الاستشهاديين في دولة العراق الإسلامية، أقدمنا على هذا العمل، ومطلبنا بسيط وواضح: أسيراتنا اللاتي عند أبناء ملتكم في مصر مقابل أبناء ملتكم المحتجزين عندنا في الكنيسة. لكن العملية انتهت بمقتل أكثر من 52 قتيلا و73 جريح. أسر وعائلات وارت جثامين الشهداء، شهداء القتل الإسلامي المتوحش. لا تضعف، لا تضعف. شهداء دين الرحمة ودين السلام الذي يتغنون به ليل نهار. فمن المسؤول يا ترى عن هذه المجزرة؟ ومن وراء سفك دماء الأبرياء من المسيحيين؟ لماذا قتلوا الأب بولس؟ لماذا قتلوا الأب رغيب ورفاقه؟ لماذا فجروا الكنيسة الفلانية الذي نحن نعرفه المسيحيين؟ نحن ما أعداء لأحد، وإذا يوجد أحد عدو إلنا هو يريد يكون عدو إلنا. يسوعنا يوصينا ونحبه وصلوا من أجله. فأنا دعيتكم اليوم حتى نصلي من أجل الذين يعتبرون أعداءهم وجوا فجروا كنائسنا. أدعوكم اليوم أن نصلي من أجلهم حتى الله يعطي الرحمة في قلبهم، يشفقون على هذا الشعب العراقي المتألم والجريح. كفى من هذه الشرور في هذا البلد، لأن نحن بقى نريد أن نرى الحب، نريد أن نرى السلام، نريد أن نرى الأخوة، نريد أن نرى التضامن،
في هذا البلد ونريد أن نبني هذا البلد. فإذا نحن اليوم أيها الإخوة المباركون دعيتكم حتى نصلي، أولا حتى نقول بأن هذا بلدنا، ثانيا حتى نقول بأن نحن باقين هون، أجدادنا بقيوا رغم كل الاضطهادات، نحن أيضا باقين ورح نبقى وما نطلع من هون لأن هذا بلدنا. أرجوكم مثل يسوع المسيح الذي ما حمل حقد في قلب الرجال الذي صلبوه وقال على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون، نحن اليوم كلنا بقلب واحد نقول يا رب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون.